هذا يعني على أي أساس قام؟ طبعا نحن نعرف أن الإسلام الدين وليس التاريخ الذي جاء به النبي تحدث كثيرا عن الأمة، وعندما نقرأ القرآن نحس بأن كلمة الأمة كلمة محبوبة ومحببة، ويعني يتحدث عنها أو يتحدث عنها الرسول والقرآن بكثير من القيمة ومن العظمة. مقابل الأمة هي القوم. القوم دائما للنهر وللزجر وللتنبيه ولي 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 ولي. إذن هناك تقارب بين الأمة كفكرة أو كمشروع عظيم وبين القوم كمشروع ينبغي التخلص منه. لكن ماذا حدث في ليلة أو يوم وفاة النبي في مكان معروف للآن لا يزال موجودا في المدينة المنورة اسمه سقيفة بني ساعدة؟ في هذا المكان اجتمع أول الأنصار الذين ناصروا الرسول، فكان السؤال الأول الذي طرحوه: من يتولى أمر هذا الدين؟ والأمر في اللغة العربية هو الحكم، وله علاقة بالأمير والإمرة والأمراء وكذا، يعني من يتولى أمر هذا الدين؟ طبعا التحق بهم قريش اللي هم المهاجرون، التحق بهم فوقع حوار قوي أدى في نهاية المطاف إلى انتصار قريش أو المهاجرين بدعوة أو بحجة أنهم هم شجرة الرسول، هم أفضل من غيرهم، بل حسب بعض المراجع وبعض المصادر قال قريش للأنصار: قالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لاحظوا فيما بعد أن ولا واحد من الأنصار كان وزيرا، أخذوا الجمل ولا حمل. طيب أخذ إذن قريش ماذا فعل؟ يعني قريش هي قبيلة. نزلنا بمشروع الأمة الكبير الذي جاء به الإسلام الدين، يعني أقصد هنا الدين الذي جاء به الدين، نزلوا به إلى مستوى القبيلة. والغريب في الأمر أن حتى المبشرين بالجنة من قريش، والأكثر غرابة أنه عندما حان عندما يعني كان أبو طالب على فراش الموت جاء إليه قريش قالوا له: خذ عنا ابن أخيك فقد سفل بنا. فناداه عمه اللي هو أبو طالب أبو علي، قال له: اسمع ماذا يقول قومه. فينسب إلى النبي قوله: كلمة إذا أخذتم بها حكمتم العرب ودانت لكم العجم. عندما نقرأ هذا الحديث المنسوب للنبي، إذن كان يخاطب قريش، إذن الدين جاء لقريش وهم تحججوا بهذا، قال نحن شجرة الرسول، أن الإسلام جاء إلينا، فحرم العرب جميعا ومنهم حتى الأنصار الذين ناصروا النبي. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الحكم أصبح في قريش، في قبيلة قريش. في البداية كان هناك خلفاء، هذا هو المصطلح الذي يصطلح عليه، خلفاء كان أبو بكر الصديق وهو من تيم، من فرع تيم من قريش، ثم انتقل بعد وفاته انتقل الحكم إلى عمر بن الخطاب وهو عدوي، بعد عمر انتقلت السلطة والخلافة إلى عثمان بن عفان وهو أموي، وفي الأخير انتقل إلى علي وهو هاشمي.
نلاحظ أو نلاحظ كما حاولت أن أبين في الكتاب أن هذا التداول على السلطة هو داخل قريش، ولكن منذ عثمان بن عفان بدأ الأمويون يعملون من أجل حصر السلطة والنظام والدولة في بني أمية. في الوقت نفسه كان هناك كما نعرف جميعا أنصار علي، فحاولوا أن يتحججوا بحجة إذا كنتم أنتم قريش شجرة الرسول، فآل البيت ومنهم علي وأنصاره فهم من ليسوا من شجرة الرسول ولكنهم ثمرة الرسول. هذه كانت الجانب الإنساني أو الجانب الاجتماعي أو الجانب السياسي، ولكن كان هناك شيء آخر وهو الأهم وهو الذي نفتقده اليوم، وهنا ندخل إلى المرجعية. كان هناك القرآن، الفكرة، الكتاب. صحيح الأمور لم تسير كما كان يريد المسلمون، وكما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي يرى أن أول حادثة قوية جدا وقعت في موقعة الجمال. في موقعة الجمال يقول أشبه بحادثة سيارة، ولكن السيارة لم تمت بالكلية، بدأت تمشي وإنما ليس بنفس القوة. فهنا ماذا أريد أن أقول؟ أقول إن المرجعية الأساسية للمسلمين كان القرآن. اجتهدوا، ومن خلال اجتهاداتهم بدأت تظهر ملامح ظهور ما يسمى أصحاب الجماعة. ثم فيما بعد في القرن الرابع الهجري أصبح يقال، أو في القرن الثالث الهجري أصبح يقال الجماعة والسنة. في المقابل ظهر اجتهاد آخر وهو اللي مثل ما يسمى بالشيعة. ثم توسعت هذه الاجتهادات إلى الشيعة الإمامية، الشيعة الزيدية، الشيعة الإسماعيلية فيما بعد إلى آخره، يعني انبثاق. نفس الشيء داخل الإسلام، داخل عفوا السنة، كانت هناك بدأت تظهر منذ القرن الثاني والثالث الهجري بدأت تظهر المذاهب والفرق، الفرق الإسلامية، وكل فرقة تدعي أنها على حق، أن هي التي تمتلك الحقيقة والحق. إضافة إلى أهل السنة أو أهل الجماعة وأهل الشيعة ظهر الخوارج، الذين أطلق عليهم الخوارج. لماذا أطلق عليهم الخوارج؟ إذا أردنا أن نفتش، إذا أردنا أن نبحث عن السبب منهم الخوارج، إذا رجعنا إلى منطق الإسلام فأول خارجي هو معاوية بن أبي سفيان، هو الذي خرج على الخليفة علي، ولكن رغم ذلك لا يسمى بالخارجي ولا بأنصار منهم خوارج. أطلقوا الخوارج على مجموعة من الناس خرجوا عن علي وخرجوا عن معاوية. لماذا؟ قالوا الخلافة أو الإمامة الكبرى أو رئاسة الدولة هي حق لكل مسلم تجتمع فيه شروط الإسلام، يكون أبيض، يكون أسود، يكون عربي، يكون أعجمي، يكون قريشي، يكون كذا. المهم هؤلاء بعد 14 قرن يأتي شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود فعلق على الخوارج، على هؤلاء الخوارج، قال هؤلاء هم المؤمنون حقا لأن هذا ما يتطلبه منا وطننا، أي أن كل إنسان مسلم في بلد مسلم له الحق أن يتولى السلطة ويتولى الدولة. ولكن عندما نسأل الشيخ عبد الحليم محمود متى كتب هذا الكلام؟ كتبه في 67، في 1967، يعني بعد سقوط الخلافة العربية
كما نعلم جميعا سقطت في 1258 ميلادية، والخلافة الإسلامية سقطت في 1924. إذن هذه القضايا حاولت أن أعالجها من خلال مصادرها، وكيف نجح المسلمون رغم خروجهم، رغم عدم تقيدهم بالنصوص أو بالأصول الإسلامية الأولى، بل صنعوا هم أصولهم. على الرغم من ذلك كان هناك نجاح نسبي. لماذا؟ لأن كانوا يمتلكون مرجعا. والسؤال اليوم، هل نمتلك مرجعا أم نمتلك اقتباسا أم نمتلك تبعية؟